السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا يعد سامسونج جالاكسي A73 الأقوى والأفضل والأنسب سعرا لعشاق الفئة المتوسطة؟ يعد هاتف سامسونج جالاكسي A73 أبرز وأقوى هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2022 نظرا لما يحمله من مواصفات رائعة مناسبة لجميع الفئات، فيدعم الموبايل جميع الشبكات الاتصال حتى الجيل الخامس، كما يحمل شريحتي اتصال من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويحمل 4 كاميرات خلفية رائعة وواحدة أمامية للتصوير السيلفي، وتأتي الشاشة بمقاس 6.7 بوصة، المعالج بتقنية التصنيع ثماني النواة. أما الأبعاد 163 سنتي في دوت 7 في 76 دوت 1 في 7 دوت 6 ملي، ووزن الجهاز 181 جرام، الخامات من البلاستيك. أما الكاميرات، الكاميرا دقة 32 ميجا بكسل، الفتحة الأمامية العدسة F2.2، الكاميرا 108 ميجا بكسل، الكاميرا الرئيسية الخلفية بفتحة عدسة 1.8. مواصفات أخرى، الميكروفون يدعم مع إمكانية عزل الضوضاء صوت استيريو. وتيجي ألوان الجهاز، بتأتي بالرمادي الأخضر النعناعي الأبيض الأسود. أما مكونات العلبة، فيها شاحن USB ودبوس معدني ودليل المستخدم وشهادة الضمان. ويأتي الهاتف أيضا بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت ورامات 8 جيجا بايت وبسعر 11000 جنيه. أما سعر الـ A73، أما سعر الهاتف الـ A73 نسخة الـ 256 جيجا رامات 8 جيجا بـ 12000 جنيه. أما سامسونج في السعودية يبدأ من 1890 ريال سعودي، أما في الإمارات سعر الجهاز يبدأ من 1850 درهم. بفضلك اللي ما شاركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.